مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا المراه على قناتكم شوف تيفي. كيف ما كنعرفوا ان الوالدين شي حاجه اساسيه في الحياه ديالنا، وهما اللي كبرونا وسهروا علينا. لذلك احنا نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا خصيصا النساء، واش تقدر تضحي بالزواج والحياه الشخصيه ديالك من اجل انك تقابل والديك الا كانوا فرضا مراد. اجيو نشوفوا الاجوبه ونرجعوا لكم. نقدرنا نضحي بكل شيء على قبل الاب ديالي والام ديالي، لانك اللي ما تعرف بقيمه الوالدين الا اللي ما عندوش. انا سنقول لو كان عندي دابا، كانت عندي ام، الام ديالي ما توفاتش، كنت نركبها ونطوف بها في الكعبه، ولكن للاسف توفات. اما نقدر نضحي بكل ما، لان الوالدين ما كيتخلفوش. الاب كيجي مره واحده في الحياه، والام كتجي مره في الحياه، مره واحده في الحياه. اما الزواج تقدر تلقاي واحد اخر وتزوجي به، ما كانش اشكال. والولاد تقدري تولدي، سي فغي انك يوصل لواحد لاج لانك ما تقدريش تولدي، ولكن ضحي على قبل الاب ديالي والام ديالي نقدر. مقابلين لما كانوش عندي الولاد نقدر نضحي، لحقاش الوالدين ما كتجي في بلاصتهم حتى شي حاجه. في هذه الحاله هذه نقدر نضحي بهم، الا ما عندهم حتى شي واحد نضحي بالوالدين ديالي. نضحي بالزواج ديالي مقابل الوالدين ديالي ماشي مشكل. نضحي بعمري ونضحي بالزواج ونضحي باي حاجه في الدنيا على قبل الوالديه. الله يرحمهم، ماتوا الله يرحمهم. ضحي باي حاجه على قبل الوالديه. نقدر نقول لي شق راسك وشق راسي على قبل الوالديه. نديرها بلا ما نفكر. ضحوا على قبلنا بزاف، رباونا، خدموا علينا، نردوا لهم شويه، واخا ما ردوش لهم اكثر من داكشي اللي عطاونا، ولكن خصنا نديروا على قبلهم شي حاجه. نبقى بلا زواج، ما عنديش مشكل على ود والديا. لا، تحطيت في هذا الوضع غادي نضحي بزواجي وبكل شيء ونقابل والديا. ما عندي من ندير. واحد الوالدين ما يمكنش تخليهم. حيت والديك كيبقاو هما كلشي، إلا كان الواحد غيتفهمك غتقدر، ما قدرش يتفهمك غادي والديك هما الأولين. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا أن جميع النساء قالوا أنهم ما يمكنش أنهم يتخلوا على والديهم، وممكن أنهم يضحوا بالزواج وبالوليدات وبأي حاجة على قبل والديهم، لأنهم هما الحاجة الأساسية في الحياة ديالهم. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم.